الحقيقة أنا اتفاجئت جدا شفت اليوم الملك محمد السادس شخصيا يحيي ذكرى المولد النبوي الشريف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في جو جميل جدا من الروحانيات وكمان تلاوة الذكر الكريم. الإعلام الجزائري حرفيا صدم لما شاف الملك محمد السادس شخصيا قريب جدا من شعبه وبيحضر معاهم جميع المناسبات وبيشاركهم في كل الأعياد. بدأت صور وفيديوهات الملك محمد السادس في مسجد الحسن بالرباط تنتشر بشكل رهيب جدا في كل الصفحات الجزائرية، واللي كتبوا كلهم الملك محمد السادس حاضر شخصيا في حفل إحياء المولد النبوي الشريف. طبعا انتوا عارفين ان النظام دوت لا يحدث في الجزائر نهائيا، وبصراحة كده الملك محمد السادس زي ما بنقول عندنا بالمصري حط الرمل في عين الكل. ظهر هو وأولاده بكل شموخ واحترام لإحياء هذه المناسبة الجميلة. وعلى فكرة حب المغاربة لملكهم ده شيء جميل جدا. كل التعليقات اللي شفتها كانت بتدعي للملك محمد السادس بالصحة والعافية والشفاء العاجل، وده طبعا يدل على مدى الحب والاحترام المتبادل بين الطرفين. كل التحية والتقدير للملك محمد السادس وللشعب المغربي المحترم، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. وبكده